لله رب العالمين يا رب. يا رب تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اجعل اوله صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا، وثبت علينا ديننا وعقولنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. التب بنا فيما جرت به المقادير، انك يا مولانا على كل شيء قدير. التب بنا فيما جرت به المقادير، اشرح صدورنا واستر امورنا واحسن ختامنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. امين. واشهد ان لا اله الا الله. اذا رجع العبد العاصي الى الله سطع نور بين السماء والارض، ونادى مناد من قبل الله ايتها الخلائق، ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. الله الله الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله سطع نور بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الله ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت اشكو الى مولاي ما اجد، وقلت يا املي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر اعتمد، اشكو اليك امورا انت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي بالذل مفتقرا اليك، يا خير من مدت اليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد، كل من يرد. اشكو اليك امورا انت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي بالذل مفتقرا اليك، يا خير من مدت اليه يد، فلا تردنا يا رب خائبة، فبحر
وجودك أروي كل من يرد. هو الواحد وإله مع الله، هو الرحمن وإله مع الله، هو الرحيم وإله مع الله، هو الملك وإله مع الله، هو القدوس وإله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان إذا جاء رمضان بشر أصحابه وقال لهم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. ونادى مناد نادات من قبل الله، نادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقبل. نادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر أقصر أقصر، يا باغي الخير أقبل. هذا رمضان. يا باغي الشر أقصر، استحي من الله،
اذا شاب شهر الاب وانحنى ظهره ووهن عظمه ناداه الله وقال له عبدي استحي مني فاني استحي منك. استحي مني فاني استحي منك. استحي مني فاني استحي منك. نموت وايامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. عادكت لذي لعب قد لها عادكت ومالي لا اعجب. ايلهو ويلعب من نفسه تموت وايامه تذهب. ارى الليل يطلبنا والنهار وليس لنا منهما مهرب. احاف الجديدان جمعا بنا ولم ادر ايهما اطلب. وكل له مدة تنقضي وكل له اثر يكتب. من الباقي؟ من الدائم؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ وحدوا الله. الله 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 الله. يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر. يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحروس العقيدة، ما زال الارسال بيننا من جامعة العبادات الاسلامية التي كتب على بابها وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما زال الحديث مستمرا من كلية الصيام. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس السادس عشر بعد المئة الرابعة انتقل بحضراتكم الى رسول الله. لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضانا. لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. ومع ذلك فلو علمنا رحمة الله في الصيام لسجدنا لله شكرا. الله يعلم ان هناك نفوسا لا تريد ان تعيش عيشة روحانية
مع الملائكة. الجوع بحر تسبح فيه الملائكة، والسبع بحر تجري فيه الشياطين. الله يعلم ان هناك نفوسا لا تريد ان تكف عن الطعام والشراب، فلما اراد ان يفرض الصوم اصدر قرارات لتخفيف الفريضة. نادى علينا اولا لكي نصوم، فقال يا ايها الذين امنوا، ولم يقل يا ايها الناس كتب عليكم الصيام، انما قال يا ايها الذين امنوا، ونادى علينا بعنوان الايمان حتى لم تصل كلام الواحد الدياه، والا فما قيمة الايمان؟ هذا هو التخفيف الاول، يا ايها الذين امنوا، هكذا بعنوان الايمان، بعنوان الايمان لنمتثل نداء من لا يغفل ولا ينام. ولم يقل يا ايها الناس، انما قال يا ايها الذين امنوا. ماذا يا رب؟ جاء التخفيف الثاني، كتب عليكم الصيام. نحن خاصة، هل فرض علينا الصيام نحن خاصة عن الامم؟ لا، كما كتب على الذين من قبلكم. فاذا كان الذين من قبلكم قد فرض عليهم الصيام فصاموه، فانتم اولى بالامتثال يا خير امه اخرجت للناس، يا امه خير الحبيب محمد. يا خير امه اخرجت للناس، يا امه خير الانام محمد. اذا كانت الامم من قبلكم قد فرض عليهم الصيام فصاموا، فانتم اولى الامم، لانكم خير امه اخرجت للناس. فصوموا، صوموا كما صامت الامم من قبلكم. يا ايها الذين امنوا، تخفيف اول، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تخفيف ثاني، تخفيف ثالث، لعلكم تتقون. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وحدوا من يقول لشيئكم فيقول. الصيام مدرسة تدرس فيها علوم التقوى، تقوى الله وتقوى من الامراض. فالصيام طبيب وقاية وطبيب علاج، الصيام طبيب علاج لامراض هي اضطرابات الامعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر في المواد الزلالية والنشوية. اضطرابات الامعاء المزمنة طبيبها وعلاجها الصيام. الصيام علاج لزيادة الوزن الناشئ عن الترف وقلة الحركة، وزيادة الوزن عبء ثقيل على القلب. الصيام علاجه وطبيبه
ولذلك اخبرني احد المسلمين السابقين قال ذهبت الى انجلترا لاجري عملية جراحية فلما نظر الي الطبيب الانجليزي قال لي لا استطيع ان اجري لك العملية الا بعد ان تجري على نفسك الرجيم وكتب له كشفا بالوان من الطعام يتناولها ليخف وزنه قال المسلم وكنا على ابواب رمضان كان بيني وبين رمضان يوم واحد فقلت ان الرجيم فاصنعه عند رمضان وجاء رمضان فصمته كله وذهبت الى الطبيب الانجليزي فقال لي انني اشكرك لانك قمت بتعليماتي خير قيام فقال له ما نفذت من تعليماتك شيئا فقال الطبيب الانجليزي اذا فاي التعليمات نفذت قال له ذهبت الى طبيب يسمى رمضان قال اين هو قال له في القرآن الكريم قال الانجليزي وما رمضان قال شهر النصوم قال وهل صمته قال المسلم وهل تراني كما تراني الا بفضل الصيام فقال الانجليزي ان محمدا هذا ليس كذابا انما هو نبي من عند الله وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الصيام ذهب احد اولاد الزوات في مصر الى المانيا الغربية وكان يعمل صحفيا مصريا والتقى بصحفي الماني ودار الحديث بينهما عن الاسلام فقال المصري ان الذي اخرنا في بلادنا هو الاسلام فنظر اليه الصحفي الالماني نظرة ازدراء واحتقار وقال له ماذا تقول يا هذا قال المصري ان الذي اخرنا هو الاسلام فقال الالماني للمصري اصحبني لنزور احد المستشفيات ودخل مستشفى المانيا وعلى باب غرفة العمليات قال الالماني للمصري اقرأ هذه اللافتة فقرأها المصري فاذا مكتوب عليها ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه القائل محمد بن عبد الله وفي عجب في عجب عجيب نظر الالماني الى المصري وقال له اتعرف محمد بن عبد الله قال المصري نعم انه نبينا
نقيكم. يقول هذا الكلام العجيب. فقال الألماني المصري: يؤسفني أن يكون جسد الإسلام في بلادكم وروحه في بلادنا. الإسلام، الألماني يأسف للمصري، يأسف أن يكون جسد الإسلام في بلادنا وروح الإسلام في بلاده. الإسلام مصدر الرقي ومصدر الحضارة ومصدر الثقافة ومصدر المعرفة ومصدر العظمة. ولقد سبق من قال في حبيب الله محمد، صدق من قال في حبيب الله محمد. برنارد شو الكاتب الانجليزي يقولها صريحة مجلجلة: لو ان محمد ابن عبد الله كان موجودا بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها وهو يتعاطى فنجانا من القهوة. الرسول، الرسول العظيم جسد الإسلام هنا وروحه هناك، هناك في أوروبا، في أمريكا، في الحضارات، في المدنيات، ونحن هنا نأخذ مساوئهم، نأخذ مساوئ الغرب والشرق، ونغفل عن دين رب الشرق والغرب. الصيام يعالج اضطرابات الأمعاء المزمنة ويعالج زيادة الوزن ويعالج ضغط الدم، يخففه، يخفف ضغط الدم الناشئ عن الانفعالات والطرف. والصيام وقاية من البول السكري، فهو يخفف البول السكري ووقاية من ضعف القلب، لأنه يخفف وزن الجسم، وإذا خف وزن الجسم استراح القلب. والصيام وقاية من التهابات الكلى المزمنة المصوبة بارتشاح، والصيام وقاية من التهابات المفاصل التي تصاب بها السيدات بعد سن 40. فمن الذي علم محمدا هذا العلم النافع؟ في اي الجامعات تخرج محمد؟ في جامعات امريكا، في جامعات روسيا، في جامعات اوروبا؟ انه تخرج في جامعة مكتوب على بابها: وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تخفيف تقوى لله، لان الصيام عبادة سر، ولذلك لو صام حكام المسلمين لشعروا بحال الفقراء، لو صام حكام المسلمين لاتقوا الله في الرعية. كان يوسف ابن يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما، فقالوا له: يا صديق يا يوسف،
لما تكثر من الصوم وخزائن الارض تحت يديك؟ اتدرون ماذا قال يوسف وكان يومها وزيرا لتموين مصر ووزيرا لتخطيط مصر ووزيرا لخزائن مصر؟ اتدرون ماذا قال ردا على هذا السؤال؟ قال اني اخاف ان اشبع فانت الجائع. اخاف ان اشبع فانسى الجائع. وما دام الحكام ينامون ملء عيونهم وياكلون ملء بطونهم ويتنقلون في استراحاتهم، فهل يذكرون جائعا؟ هل يذكرون سكان المقابر؟ هل يذكرون البؤساء؟ يا ايها السعداء احسنوا الى البائسين والفقراء وارحموا دموع الاشقياء، ارحموا دموع الاشقياء، امسحوا دموع الاشقياء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء لعلكم تتقون. كان عمر بن الخطاب ايام المجاعة ينصب الموائد للشعب ويمر بالجالسين على الموائد ليمد يده فيطعمهم بيده، وجاء له طاه الطعام، جاء له الطباخ ذات يوم بقطعة من كبد الجمل ليأكل امير المؤمنين، فنظر الامير العظيم الى الكبد وقال للطاهي لمن هذا؟ قال لك يا امير المؤمنين. قال له الامير بكل ثبات وقوة ايمان، اكل المسلمين اعطيتهم هكذا؟ اكل المسلمين اعطيتهم من اكبادها؟ فقال له يا امير المؤمنين ليس لها الا هذا الكبد. اتدرون ماذا قال عمر؟ هل مد يده الى كبدها؟ هل لاكها تحت اسنانه؟ هل مزقها بانيابه؟ لا، قال له احمل هذا الى فقراء المسلمين، ولا خير في عمر ان اكل طيبها وترك عظامها للرعية. اذا فماذا تأكل يا امير المؤمنين؟ ماذا تأكل؟ قليل من الزيت مع بعض حصاة الملح، قليل من الزيت مع بعض حصاة الملح، حتى اصفر وجهه وكان وجهه ابيض اذا رأيته كأنك ترى قطعة قمر، اصفر الوجه الابيض من كثرة ما اكل من زيتها، وكان بطنه يحدث اصواتا، فكان عمر يقول لبطنه صوتي او لا تصوتي، لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. لله ضرك، لله ضرك يا ابن الخطاب،
إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لثمن الحلوى؟ فأشريها ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديه. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. هذا هو عمر. إلى الذين يريدون أن يتمثلوا بعمر، إن عمر ليس كلاما، إنما عمر عقيدة وعمل. عمر مدرسة الزهد، مدرسة الليل، مدرسة قيام الليل، مدرسة القرآن. كان عمر إذا صعد المنبر يوم الجمعة في كل الجمعة يقول للرعية: من منكم يتحمل الخلافة عني وأنا أتنازل عنها له؟ من منكم؟ لم يكونوا عباد الكراسي، لم يكونوا عباد السيارات الفارقة، لم يكونوا عباد الامن المركزي، لم يكونوا عباد الحراسات والدراجات والمخابرات والموسيقات ومظاهر الدنيا، انما كانوا عبادا لواحد لا يغفل ولا ينام. عمر يتنازل كل اسبوع عن الخلاف، من منكم يتحملها؟ مسؤولية امام الله. ليس الحكم تشريفا، انما الحكم تكليف، والراعي موظف عند الرعية. وكان عمر يقول: والله ما قبلت الخلافة إلا كما يقبل المضطر أكل الميتة، وإن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. الحاكم وصي على مال اليتيم، مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصية على مال اليتيم. لم تكن الخلافة مظهرا ولا شياكة ولا أناقة ولا رشاقة، كان عمر يقول: والله لو عثرت دغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ دغلة في العراق على حدود الدولة الإسلامية، دغلة لو عثرت لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ ايها السادة الاعزاء، ويأتي التخفيف الرابع، فما هو الاجابة عن هذا السؤال؟ تأتي باذن الله عقب جلسة الاستراحة، لان عقارب الساعة تزحف على رأسي وتقول لي: الشمس شديدة الحرارة والمسلمون صائمون، فعد الى هنا. قلت للعقارب: وما هنا؟ قالت: هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها:
الصوم جنة، ويقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، ما زلت أوالي تقديم هذه الأنباء من مدرسة الصوت. تخفيف أول يا أيها الذين آمنوا، تخفيف ثان: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تخفيف ثالث: لعلكم تتقون. تخفيف رابع: أياما معدودات، ليس رمضان أشغالا شاقة مؤددة مدى الحياة، إنما رمضان أيام معدودات سرعان ما تنقضي، وأيامنا خمسة: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. أما اليوم المفقود فهو اليوم الذي مضى ولن يعود أبدا، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي قائلا: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، اغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أتسمع الطير؟ أتسمع الطير أطال الصياح، وقد بدا في الأفق نور الصباح، ما صاح إلا باقيا ليلة ولت من العمر السريع الرواح. يوم مشهود، وهو اليوم الذي نحن فيه. يوم مورود، وهو الغد الذي لا يعلمه إلا الله. يوم موعود، وهو اليوم الذي تصعد فيه الروح إلى الله. أما اليوم الممدود فهو الذي ينادي فيه ملك الملوك: لمن الملك اليوم؟ 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 لله الواحد القهار. يوم إذا نصبت الموازين وتقدم الظالم والمظلوم، قال الله للمظلوم: أيها المظلوم تقدم، وقال للظالم: أيها الظالم لا تتكلم. ثم ماذا؟ يأتي التخفيف الخامس: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله تعالى عقد لجنة بعد رمضان للذين سيدخلون الدور الثاني: المرضى والمسافرون يفطرون في رمضان ويقضون الأيام بعد رمضان. ثم ماذا؟ يأتي التخفيف الخامس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة. الشيخ الكبير السن والسيدة العجوز والمرضى مرضا مزمنا بحيث لا يستطيعون صيام رمضان،
ولا يستطيعون قضاء ما افطروا، عليه ان يطعم عن كل يوم في رمضان مسكينا. ما مقدار الاطعام؟ الغداء والعشاء او الافطار والسحور من اوسط ما تطعمون اهليكم. فاذا لم يقدر على الصيام ولم يقدر على الافطار، ليس معه من المال ما يطعم به المساكين، فعليه ان يستغفر الله، يجد الله غفورا رحيما. تخفيف اخر، المرأة الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او على ولدهما جاز لهما ان يفطرا في رمضان ويقضي الايام التي افطرتاها، حرصا على صحة المرضع وحرصا على صحة الرضيع. ماء المسلمين اجمع علماء المسلمين على ان من افطر يوما واحدا من رمضان عامدا بدون عذر كان شرا عند الله من الزاني وشارب الخمر. اجماع المسلمين، اجماع علماء المسلمين على ان من افطر يوما من رمضان عامدا بدون عذر كان شرا عند الله من الزاني وشارب الخمر. ويقول الامام ابن حزم رضي الله عنه: ذنبان لم اجد اعظم منهما بعد الشرك بالله. الذنب الاول رجل اخر الصلاة حتى خرج وقتها، والذنب الثاني رجل افطر من رمضان يوما عامدا بدون عذر. فاسألوا الذين يجاهرون بالافطار في طرقات المدن، واسألوا الذين يعلنون الحرب على الله في المصالح الحكومية، واسألوا الذين لا يراعون لذات الله حرمة، واسألوا شارع الحرم الذي يبيت حتى الصباح في سكر وعربدة في شهر انزل فيه القرآن. يا حكومة مصر، هل يليق بكرامة رمضان ان يعلن التلفزيون الحرب على الله في رمضان؟ ايليق هذا؟ ايليق هذا بالاسلام يا وزير الاعلام؟ ايليق ان يكون لملي نيلها الله بستين نيلة، ايليق ان يكون لها في رمضان من الفواسير ما لا يقوى مسؤول على تغييره؟ ما هذه النمل التي لزمت رمضان لزوم الهلال؟ صوموا للفواسير وافطروا للفواسير. حرب على الله، حرب على الله، حرب على الصائمين، حرب على الاسلام. وبعد ذلك تعجبون اذا ضرب النصارى المسلمين بالنار وهم يقفون بين يدي الواحد القهار، تعجبون؟ لا تعجبوا، لا تعجبوا. النصارى من يوم دخل عمرو بن العاص مصر الى سنة 1952 ميلادية لم يكن واحد منهم يجسر ان يرفع رأسه امام المسلم. ما كان ينبغي للفئران ان ترفع رؤوسها امام الاسود، ولكن ما الذي حدث؟ كانوا يخشون المسلمين قبل قيام الثورة،
في 23 يوليو حتى انني اعلم كان في بلدنا شعبة للاخوان المسلمين، كان النصارى هم الذين يقومون بفرشها وشراء الكراسي لها وشراء الترابيزات لها، لا حبا في الاسلام ولا حبا في المسلمين، انما خوفا من الاخوان المسلمين. وجاءت الثورة فماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ اول عمل عملته حلت جماعة كبار العلماء في الازهر، ثم ماذا؟ قضت على القضاء الشرعي وشنعت بشيخين جليلين الشيخ فيل والشيخ سيف واتهمتهما بالزنا ونشرت صورهما في الجرائد بالعمم. وكنت يوما اذا سرت في الطريق وتعطي راسي حتى لا اتعرض الى اقوال السفهاء. ثم ماذا؟ نصبت محاكم الشعب لمن؟ لكل من يقول لا اله الا الله. ما رأيت نصرانيا دخل امام محكمة الشعب. ثم ماذا؟ قضت على الازهر في سنة 1961. ما ماتت الازهر، مات الازهر وقفل وغسل وذهب به الى مجلس الامة ليصلوا عليه صلاة الجنازة، قضي على الازهر. ثم ماذا؟ في سنة 65 ملأوا السجون بكل من يقول لا اله الا الله. وذهبت الى سجن القلعة، ثم انتقلت الى اقترة، ثم انتقلت الى ابي زحبل سجينا، فما رأيت نصرانيا واحدا في السجون. وبذلك ارتفعت رايات النصارى لما قضي على المسلمين. امن العدل؟ امن العدل انهم يريدون الماء صفوا وان يكدر وردي وان يكدر وردي امن العدل انهم يريدون الماء صفوا وان يكدر وردي. دخل الاسود السجون فخلى الجو للافاعي، خلى لك الجو صبيضي واصفري، ونقري ما شئت ان تنقري. ملئت السجون بالمسلمين وحولت الرؤوس الكبرى الى حبال المشانق، الى حبال المشانق. علقت رأس عبد القادر عودة شهيد الاسلام وهو يضع حبل المشنقة في عنقه بيديه، قال لرب العزة: رب اني مغلوب فانتصر. ووضع فرغلي في حبل المشنقة، ووضع يوسف طلعت، ووضع ابراهيم الطيب، ووضع هنداوي الدوير، ووضع محمود عبد اللطيف. هذا سنة 55. في سنة 65 اهدي اعظم رأس في تفسير القرآن الكريم، رأس الشهيد سيد قوب، اهدي الى حبل المشنقة ودخل ثابت القدمين مرفوع الرأس، واراد السجان ان يقيد يديه قلف ظهره، فقال له الشهيد: لماذا تقيدني وانا اجري الى لقاء الله رب العالمين؟ دع يدي، دع يدي كما هما، اني ذاهب الى ربي سيهدين، اني ذاهب الى جنات ونهر لاعيش في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وضع سيد في حبل المشنقة، ووضع عبد الفتاح اسماعيل، ووضع يوسف حواش. ما رأينا نصرانيا دخل السجون،
وما رأينا نصرانيا وضع في حبل المسناقة، ومع ذلك أجهزة الإعلام لا تجد من تسخر منه إلا المشايخ. عمامة الشيخ البيضاء تظهر في دور المأذون مرة، وفي دور ضارب الودع وفاتح الكتاب مرة، ويسخرون بالمشايخ، ويسخرون باللغة العربية، ويسخرون بلغة القرآن. ثم بعد هذا تقولون لماذا تبجحت النصارى؟ تبجحت النصارى لما هن على انفسنا، هن على انفسنا. ايها الاخوة الاعزاء، انني من هذا المكان، من هذا المكان وفي يوم الجمعة وفي شهر رمضان انادي على المسؤولين واقول لهم ناشدتكم الله ان كنتم تعرفون الله ان تفرجوا عن شباب المسلمين الذين وقع القبض عليهم، افرجوا عنهم فانهم براء، كانوا يدافعون عن انفسهم والرصاص ينهال عليهم. لا تكونوا انتم والنصارى اعوانا على امة لا اله الا الله. ايها الاخوة الاعزاء، كونوا دائما على يقظة وعلى وعي، واستعينوا بالله واصبروا. ان استعان النصارى بامريكا فقولوا لهم نحن نستعين بالحي الذي لا يموت، بالحي الذي لا يموت. يا معشر المسلمين، الجو يقتضي اليقظة والعمل. نريد الطبيب المسلم، المحامي المسلم، الصيدلي المسلم، المحاسب المسلم، المدرس المسلم، القائد المسلم، المهندس المسلم. ان المعركة معركة العلم، معركة علم وصراع علم والبقاء للأصلح. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم ارفع كلمتنا، اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم انصرنا على اليهود، وانصرنا على الكفار، وانصرنا على الملحدين، وانصرنا على اعداء الدين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وتقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله، محمد رسول الله، صلوا عليها رجالا. هناك ذنوب نص عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها خمس يفطرن الصائم. خمس ذنوب بتفطر الصائم، مع انها ليست اكلا ولا شربا ولا جماعا، انما هي ذنوب خمسة تذهب وتضيع ثواب الصائم، فخذوا بالكم منه. بعد ما سمعنا الصلاة على النبي، خمس ذنوب بتضيع ثواب الصيام. اول ذنب الكذب، وايه والغيبة، وايه وشهادة الزور،
واليمين الغموس والنظرة الى النساء الاجانب. ربنا يسلم. ده الحتة الاخرانية دي اختيالي تعبانة اوي يعني مش ها. طب على كل حال بعد ما توحد الله كده تقول لا اله الا الله. اول ذنب الكذب. المؤمن لا يكون كذابا ابدا. واشد انواع الكذب الكذب على الله وعلى رسول الله. الكذب على الله ان تقول على الله ما لم يقله او تقول على رسول الله ما لم يقله رسول الله. ولذلك شوفوا رجالة بعد ما تسمعون الصلاة على الحبيب النبي. يا سلام. اي واحد يتعمد ان يكذب على رسول الله فليتبوأ مقعده من النار. يعني واحد تعزمه فبعد ما ياكل وينبسط وتكون عامل له سمك يوم بعد ما يخلص السمك يقول لك ده في حديث عن النبي بيقول اذا اسمكتم فابلحوا. يعني بعد ما تاكل سمك كل بلع. شوف ابن عيشة ده هو اصله نوى انه يقع. ها نوى انه يقعد على البرش وعايز يتنشر في الجريدة. ها واحد ولذلك واحد نزل ضيف عند واحد عالم فقال له اذا اسمكتم فابلحوا. قال له ده مين اللي قال كده؟ قال له ده حديث. قال له بس ربنا قال فاذا طعنتم فانتشروا. ادوني عرض كتاف. ها ولذلك من السنه انك بعد ما تاكل عند واحد صاحب بيت وانت ضيف تدعي له بهذه الدعوات تقول اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه الاخيار وافطر عندكم الصائمون وذكركم الله في من عنده. يوم صاحب البيت لما يسمع هذا الكلام يرد يقول ولكم مثل ما قلتم. ها واحد نزل ضيف عند واحد فقال له اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار الا جبريل. ام قال له ده جبريل هيصلي امتى؟ قال له جبريل ما بيصليش الا بعد ما نشرب الشاي. ها عايز يشرب شاي على حساب جبريل يا اخي. ما شفتش الخيبة اللي بالويبة دي. ها واحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. الثاني نزل ضيف عنده واحد وكان راجل عالم كان الضيف عالم فصاحب البيت بعد ما وضف بالاكل حب يلهي الضيف عن الاكل قال له بقول لك ايه ما تقول لنا قصه سيدنا يوسف. قال له قصه سيدنا يوسف ده عشان يقول ايه وسن يعني انا كنت بدرسها في سجن فرة كنا نقعد بعد العصر في العنبر بعد الشاويش محمود ما يقفل علينا ونبقى محبوسين في الكتاكيت الدنيا حر موت في بقونه والمجرور جنبنا ما فيش بره دوره ميه دور كلها في نفس العنبر برميل وصلنا مركزه عامله زي خلاصه انه شادر والواحد يختنق في اليوم ثلاث اربع مرات يموت في اليوم اربع مرات يشيلوه حتى مناخيره على خرم المفتاح بتاع الباب يعني حتى الهواء الله يخرب بيتهم مطرح ما راحوا والله حتى الهواء كانوا مستقصرينه فينا. واجرك الله الشاويش اللي كان ماسك علينا كان راجل كيس معلبات لابد نشتري لهم الكانتين سلمون ونشتري لهم مربى وان ما كانش كده العنبر ينقفل لما ننشوي. وبعدين كان الكانتين قافل ما كانش لسه جاب بضاعه فقلنا هنعمل ايه ده الشاويش بكره هيموتني. كان معانا واحد معتقل الله يرحمه يحسن اليه كان اسمه الحاج عبد السلام الكاشف مش شرقيه. قال ما تخافوش على كل حال انا عندي فكره حلوه ههديها للشاويش وهيفتح لنا العنبر.
ايه بيجيبوا لنا عايش في السجن عباره عن انه شويه اسمنت ما تعرفش جايبينه، ما هي طرق قريبه من اسمنت طرق. فالعيش بيقبلوا اوبره تقيله كده عجيله ملعبكه ببعضها. حد عبد السلام جاب العجينه دي وعملها على هيئه حبوب فيتامينات ودهنها من الحيطه بتاع السجن، الحيطه سودة والعياذ بالله. الانجليز كانوا بنين السجن ده ومسودين الحيطه عشان يزهق اللي قاعد، يعني السجن نفسه زهق منظره كده، الانجليز دول ولاد حرام. فدهن الحبوب اللي بتاعه العجين من الحيطه السودة وخبط على الباب الصبح. قام الشاويش قال مين اللي بيخبط؟ قال له قال. قال له عايزين يا ولد. كلمة ولد دي كانت لغة التفاهم في السجن. ولذلك كان وكيل السجن اسمه موسى عطلة، كان نصراني. فبعت لي في يوم قال لي عايزين نملى استمارة الاعتقال. قلت له املي. قال لي اسمك ايه؟ قلت له عبد الحميد. عبد الحميد قلت له عبد العزيز. عبد العزيز قلت له محمد. انا مش عايز اوصل بكلمة كشك لان عارف كلمة كشك دي لو عرف ان انا عبد الحميد كشك هيحط لي ابرة مسماة او اي حاجة. فغبت اسحب في الاسامي عبد الحميد وقلت له عبد العزيز، عبد العزيز قلت له محمد، بس انا مش فاكر بقى بقيت محمد غير كلمه كشك بقى. تعرف يقول لي ايه؟ يا اخي ما تقول كشك وتخلصنا. قلت يخرب بيتك يخرب بيتك، ما انت راسع على البر وغطاء. توحد الله والله لا اله الا الله وسمعنا عن الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. ما هو الراجل السجان عايز يموتنا، فاحنا نعمل ايه؟ الراجل قال نفتح الشاويش. قال له بس عايز قال نفتح لان معايا دواء، انا جايب لك دواء احسن من المعلبات واحسن من السلمون واحسن من المربى. قال له المعلبات دي التاني عامل له 10 حبات كبار كده في ايده مسويتهم والصبح كانوا نشف شوفوا بقى كويسين. قال له انت عارف الحبوب دي يا شاويش اسمها ايه؟ اسمها ار اي سي ار. اي كلام اي كلام. زي اللي سمع الرد يقول نزيه عليكم نشرة الاخبار على الموجة القصيرة 29.9 والمتوسطة 45.9 والطويلة 335. قال له يا عم قول هو حد بيعد وراك ما تقول اللي تقوله. فالتاني قال له ار سي اي ار. قال له يعني يا ابني دي كويس؟ قال له يا سلام ده هتخليك زي الجمل. بس اسمع بقى يا شوي، انت اما تاخد الحبوب تبلعها على الصلع وعتبوش في بقك، لو باشت مفعولها يخسر لان المادة اللي فيها الحمضيات بتاعة الايدروكلوريك اللي فيها اذا تعرضت للهواء فسدت. فانا ماسك لك الكوباية خد يا اربع حبات. قال له اربعة بس ولا متزود؟ قال له 10 هم. يلا ها يلا زح العيا مر. فتاكي خد العظيم الملخبط وبالميه وبوش وفتح لنا العنبة. تاني يوم بنسأل يا شوش ما تبوش ليه؟ قالوا دول بيعملوا وقت المعدة. يوم الحج عبد السلام يقول يا سلام ده احنا نسجد لله شكرا. فهذه كانت كانت السجون هكذا. كنا بنسلي نفسنا بايه؟ نفسر القرآن. بعد ما ناخد تمام بعد العصر ونترصد الكتاكيت ويدخل الشاويش يعدنا ويعدنا بالجوز يقول 2 4 6 8 10. لا في واحد ناقص يرجع يعيد ثاني. يا ابني ناقص هيروح فين الصيف؟ هو الناقص هيروح فين الصيف؟ ده سجن معمول له 30 صور، ده ملك الموت بس هو اللي يدخله، مفيش واحد يقدر يدخل يطلع منه غير ملك الموت بس. فهذه المسألة. فكنا نقعد بعد العصر نفسر في سورة يوسف، يعني المدة اللي قعدتها في سجن طرة ما خلصناش سورة يوسف. فالتاني بيقول للضيف ما تقول لنا سورة يوسف وبياكل عشان يشغله. قال له بتقول ايه؟ قال له سورة يوسف. قال له بس كده تاه ولاقوه. سيب ناكل بقى. تاه ولاقوه. التاني طلع انصح منه. وعايز ياكل. انا مو عايز ياكل. مش عايز تتفنن لما الضيف يجي انها تكيفه. قدم له ملوخية خضرة ودي كرومي. كل ما يجي يا تديك الرومي يقول له يا اخي كل من الشريف ياكل. بس الراجل قرب يشبع ويديك بحاله. فقام على الديك كفره. قال له كل من الشريف. قال له سيبني في عدم الشرف شويه. انت عرفتني من الشريفه بتاعتك. ما توحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. فاشد انواع الكذب على الله ورسوله.
واحد يقول اذا اسمقتم فابلحوا، الثاني يقول اذا اعدستم فابصلوا، الثالث يقول لك ربيع امتي في البطيخ والعنب. يا ده راوي الحديث فكهاني. الرابع يقول لك خيار امتي في المدن وشرارهم في الريف. يا ده كاني بقى الناس اللي تكلم في الزمالك اللي زي شادية وعايدة والجماعة دول، دول خير الامة بقى. ها ما اردت هذا عن رسول الله ابدا. واحد تالت يقول لك من اكل اللحم 40 يوما قسى قلبه، ومن ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه. ده بناء على هذا لو صح الحديث نبقى احنا كلنا اقلعنا وحش، لان ده اللحمة النهاردة اصبحت عملة صعبة. ما وردش من فضل الله اني مش حديث عن الرسول. وهكذا الكذب عبارة عن ان تخبر بما ليس له واقع. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل بيقول له اوصني قال له لا تكذب. بس ليه يا نبي؟ قال اياكم والكذب. ليه؟ قال فان الكذب يهدي الى الفجور، وايه؟ وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. واحد شوف النبي بيقول ايه، يعلمنا ازاي نربي اولادنا. بيقول لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا، فان يعقوب قال لاولاده واخاف ان ياكله الذئب فقالوا له فاكله الذئب. يعني لما تدي لابنك 10 صاغ وتقول له خد يا ابني هات بال10 صاغ دي حلاوة حمية، اوعى يا واد تروح تركب عجلة وتقول ال10 صاغ واحد، الواد ما فيش في دماغه حكاية العجلة دي، انما انت فتحت له حتة العجلة دي مش هيجيب حلاوة، هو هيروح يركب العجلة يقول لك ال10 صاغ واحد صحيح. فدي النبي لما بيقول لا تلقنوا اولادكم ايه فيكذبوا. ولذلك لما واحد يجي يخبط عليك في الباب ما تقولش لابنك روح قول له بابا مش هنا، الواد يبقى طالع على طب ما هو سايبك جوه اهو بلحمك وشحمك مش هنا ازاي؟ فالواد ساعات يغلط ويقول له بابا بيقول لك ان انا مش هنا. لما توعد ابنك بوعد ما تخلفوش، يا واد لو خدت الاعداديه بدرجه 230 هجيب لك ساعه، الواد ياخد الاعداديه ويجيب مجموع كويس، الساعه يا بابا يقول له معيش فلوس، الساعه يقول له هو انت يعني نجحت لي، انت بتطالبني بحقك انت نجحت لي، يقول لك طب والله ماني ناجح تاني يلا ما دام ما رضيتش توفي بالوعد. فقبل الانسان ما يوعد يوفي. ليه؟ لان الابن عباره عن صوره بيقتدي بابيه، وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. برايك توحد الله. النبي صلى الله عليه وسلم راى سيده واقفه على الباب تنادي على ابنها وتقول يا عبد الله اقبل ورقه تمره، لها ابن صغير بتقول له تعالى اذا جيت هديك التمره دي. فالنبي قال لها اتصدقينه؟ يعني لو جيت فعلا هتدي له التمره؟ قامت الست قالت يا رسول الله وهل تعتبر هذه كذبه؟ افرض ان انا ما ادتلوش التمره تعتبر كذبه؟ قال لها الحبيب نعم تعتبر كذيبه. تعتبر كذبه؟ يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ولذلك النبي قال ان الرجل لا يتكلم الكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. اي كلمة يقولها كده اهو وتطلع كده. قال فما بالك بالاذاعة مخصصة واحد استاذ اسمه ابو لمعة الاصلي بيعلمنا الكذب. شوف النبي بيقول ايه؟ الكذب بيودي جهنم. واحد اسمه ابو لمعة بيعلم عيالنا الكذب، وبرنامج تاني بيعلم عيالنا النص باسمه مطبط في الهواء خلص نفسك في بحر دقيقة، وبرنامج ثالث بيعلم العال الهلس اسمه ركن الهواه تقلب مين؟ يقول له قلد ام كلثوم. يا ده استني ده انفرادي، استني ام كلثوم ليه؟ وتلاقيه واحد غلبان
ويقلد ام كلثوم ويقلد شاديه مش عارف ما تزوقني يا ما تزوقك يا ابني عيب الكلام ده. عيب عليك يا ابني زوقك ازاي ما انت راجل يا ابني. انما هي الدوله عايزه كده. ما هي التلميذ بيقول للاستاذ قال الثعلب للديك بيقول له يا فندم هو الثعلب بيتكلم؟ قال له والله يا ابني بيتكلم بس وزاره المعارف عايزاه يتكلم. خلاص يبقى يتكلم يبقى يتكلم. ها فمنهم عايزين الناس تكذب. ايه الناس بتعلم الكذب؟ الناس على دين ملوك ايه؟ ولذلك سيدنا رسول الله قبل ان يبعث كان يلقب بالصادق الامين. شوف اللقب بتاعه قبل البعث الصادق الايه؟ الامين. وبعد البعثه وانك لعلى خلق عظيم. ادي اخلاق النبي صدق وامانه وخلق. ادي التربيه اللي نشا عليها النبي وادي التربيه اللي النبي امر ان ننشا عليها. اسال الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكل عام وانتم بخير.